جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أرجو إفتائي حفظكم الله عن حكم سماع قراءة القرآن الكريم للجنب سواء كان رجل أو امرأة. لا بأس بذلك، لا بأس للجنب والحائض أن يسمع القرآن من القارئ أو من التسجيل ويستفيد من ذلك، لا بأس، إنما الممنوع أن يقرأ ما دام جنبا أو حائضا. دامت المرأة حائضا فإنها لا تقرأ القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن حتى يرتفع الحدث الأكبر. نعم.